رئيس أركان الجيش العراقي السيد عبد الأمير يار المحترم، إيش كيف توصفه؟ يعني والله تحية أخذ له، تأخذ له تحية. أشوف هو متعاون مع الأعلام، وفي يوم من الأيام ممكن قسيت عليه. أي قسيت عليه كثيرا. نعم. وشون بعد هاي القساوة محبة كبيرة من بعد ومن قبل. أي محبة موجودة. أي هو كان يعني رجل محترم، هو جدا محترم، سيماهم في وجهه. أي رجل مناسب في المكان المناسب. ماكو جنرال. أي شجاع هو والله وقوي، يعني قائد عسكري برتبة فريق أو ركن. أي دز له مناشدة، دز له كتاب يعني. نعم. رسمي بيها وراها 10 دقائق. أوف. أي بأي وقت بابا مفتوح بأي وقت. أي شوف شوف هذا إحنا مرات إحنا مرات كصحفيين. نعم. نحول مثلا تجينا قضية. أي. كذا تنساها، تتجاهلها، تهملها. ماكو عنده تجاهل. أي ما يهمل. لا أي لا. مناشد تيجي لرئيس أركان الجيش العراقي ما يهمل أبداً. رغم انشغاله الكثير. عجيب. ولكن تيجي أي مناشدة. إيه دوخني والله، مدوخني والله والنعم. لم أرى قائدا عسكريا أو مسؤولا. نعم. مو شرط عسكري، مسؤولا مثل يا رب الله. اها ايوه هاي مو اني. يا سلام. هاي الجنود والله والنعم منه. ايه رجل محترم ولياقته البدنيه عاليه. اشوفه ايه ما عنده كرش، يركض وما عنده كرش، يضل يركض ويصعد على الطياره. ايه كانه لياقه ملازم اول. تحياتي. والجندي من يشوفه يرتاح ما يخاف. احترام. يحترم ويرتاح. ايه احترام. احنا اكيد اليوم نبحث عن الاحترام، ما اريد خوف. اي ما اريد اشوف انا خاف من عنده امشي عدل افيه، لا انا اشوفه استحي اعمل صح. والنعم والنعم منكم من عنده اكيد. معالي وزير الداخليه.